أهلا بكم مشاهدين لهذه الحلقة من لبنان اليوم. ما إن حصلت الانتخابات النيابية حتى قفزت إلى الواجهة كل الملفات الاقتصادية والمعيشية الواحدة تلو الأخرى مع الارتفاع الجنوني للدولار، أزمة الرغيف وطابور المحروقات، مع توقعات الخبراء الاقتصاديين أن تستمر الأزمة أشهرا عدة لأن تشكيل الحكومة يعكس التغيرات التي حصلت في الانتخابات، وهذا الأمر قد يكون معرضا لصدامات سياسية. وفي حال لم تشكل حكومة خلال فترة قريبة فقد يتعذر تشكيلها إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية. هذه الملفات ولا سيما بعد مرحلة الانتخابات النيابية نسأل عنها ضيفنا السياسي اللبناني جون حواط. أهلا وسهلا فيك أستاذ جون. يعني بداية أستاذ جون، قراءتك لنتائج الانتخابات النيابية اللبنانية؟ يعني كنا متبعين هالعملية الانتخابية، ما حدا كان منتظر بيني وبينك لجبهة المعارضة ولا المرشحين كانوا منتظرين هالنتائج. تفاجأوا كلهم، الفريقين تفاجأوا بالنتائج. فريق الحكم تفاجأ أو أنه كان يخفي علمه، إنما بالنتيجة تفاجأوا بانهيارات في الموقع عديدة ومهمة. بس تقريبا رجع شي 100 نائب هن ذاتهم تقريبا، يعني جزء صغير، يعني التغيير ما طال عدد كبير من النواب. بتقولي هيك تقريبا، بس بالاحصائيات شوي ادق. في انهيارات يعني على صعيد القاعدة، صار في غياب مهم بجهة الحكم، صار في غياب مثلا غياب المير طلال أرسلان. هيدا غياب صحيح انه اجى بعملية انتخابية، مش بعملية قنص، بعملية انتخابية دقيقة، ولكن فاجأ المجتمع اللبناني غياب المير طلال أرسلان، لانه هيدا بيت في الجبل عمره بيت سياسي عمره 100 سنة، بعد ولا مرة غاب عن المجلس النيابي. غيابه له مدلول يمكن نتائج الممارسات في هالبيت بالمدة الأخيرة. طبعا هو ابن بيت محترم، وبيه كان من قواد الاستقلال ومن الحركة المرتبي ونظيفي، ولكن هو ما بعرف ليش، هو او لانه صار في تطورات بلبنان، دخول يعني عامل الثوره، المجتمع المدني، في تطورات، هو بيتحمل قسم من نتائجها وتحمل. وكذلك يمكن صديقنا الاستاذ ايلي الفرزي، ومثله صديقنا الاستاذ كرامي، وكمان في لشو بدل هيدا الحزب القومي السوري، لشو بدل هيدا يعني سقوطهم بالانتخابات؟ بدل على انه هذا غير الشعب، مساله يعني المير طلال صحيح هذا الشعب بطيء في حركته، الشعب اللبناني بطيء بالحركه وبطيء في تحركه وبطيء في رده فعله، ولكن بينتظر، يمكن انتظر او اجته المهله او اجته الفرصه في العزل الانتخابي. اجته الفرصة، والعزل الانتخابي بيتميز عن العزل المرات السابقة انه هالمرة ما حدا بيقدر يعرف وين حط الحركة، لسبب اخذ نهوة راسه واخذ طاره. يعني الناس ما فيك تسأليهم انه كيف غيرتوا السياسي، فيك تسأليهم ليش غيرتوا، بيقول لانه أبقاش معنا ناكل، أبقاش معنا اعطوا كل الفرص للطبقة السياسية. نعم. اعطوها كل الفرص يعني للسياسيين اللبنانيين، وخلاص ما مش الحال، اجى وقت التغيير. فشل الحكومات على مدى خلينا نقول 10 سنين حديث هلا، اقله حكومات عم تفشل
من 10 سنين وبجي، وغنلاحظ لاحظوا اللبنانيين انه كل ما بدها تتالف حكومه بدنا 7-8 أشهر ننطر تتالف حكومه، ولما يعني تتالف بتبلش الكيديه وتصفيه الحسابات. نعم. في سبب، هذا السبب هذا بدنا نعالجه قبل ما الفوا الحكومه الجديده، اذا فعلا جايين حاملين مش على التغيير وبدهم يغيروا وبدهم يلبوا الحالة الاقتصادية والصحية والتربوية وكل الحالات، كل الحالات بدون استثناء. طب كيف بدها تتم مناقشة هلا موضوع الحكومة؟ وهلا يعني كمان يعني مثل ما لاحظت ما في فائز معين بهيدي الانتخابات، يعني تقريبا متعادلين. لا لا مش هيك، او بتشوفها بغير طريقة؟ من الفائز بهي الانتخابات؟ انا راقبت النتائج. نعم. واخذت الاحصائيات الجديده، انا شفت انه الفريق المعارض بما فيه كتله جنبلاط تعمل اقله 72 نائب. 72 نائب ضد 56، يعني حسبت معنى القوات اللبنانيه والكتائب هودي كلهم ما فيهم يتراجعوا، ما فيهم على بكره يروحوا ينضموا، وامروا يروحوا ينضموا، فيهم ينضموا مطرح ما لهم 10 سنين يتشكوا، و14 نائب من الحراك الوطني. نعم. هودي حاملين مش على الثوره، مثل ما واحد هلا سمعته عم بيحكي قال نحن ما فينا ننتخب الرئيس بري لمجلس النواب هالمره لانه بنكون عن شوه جارنا، يعني لهالحد لهالمستوى الاستعداد للتغيير. ولكن انا اصر انه اذا ما غيروا شعار وجود الحكومه وردوها حكومه لبنان الديمقراطي البرلماني، اذا ما ردوها وبدهم يبقوها بالديمقراطية التوافقية الكذبة الكبيرة اللي رانا، إذا رجعوا يألفوا حكومة بعد 5 أشهر، 5 أشهر تلاطم وتنازع، ما رح يروحوا مطرح، رح يسقطوا مثل ما سقطت الحكومات السابقة. يعني ضد حكومة وحدة وطنية مثل ما بيسموها، حكومة إذا بريدوا حكومة وحدة وطنية، بس ما في ديمقراطية توافقية. الديمقراطية هي ديمقراطية الاختلاف مش التوافق، هاي التوافقية كذبة كبيرة وعملية احتلالية مرقوا علينا من 20 سنة اليوم خربوا البلد. ما في منا إلا بلبنان. بدوا يتحكم الأكثرية بالحكومة وتعرضها لأقلية. هاي الديمقراطية اللي لبنان ابتنى عليها من سنة 1920. لبنان 1920 بأيلول، أول أيلول 1920 بنوا دولة لبنان بمؤتمر باريس وقالوا الدولة اللبنانية البرلمانية الديمقراطية. الديمقراطية البرلمانية يعني من أول يوم دولة لبنان ديمقراطية. بالتالي وقت اللي عملوا الدستور سنة 26 بمواده الأولى كتبوا، وبعد الكتاب القديم موجودة، انه لبنان دولة برلمانية ديمقراطية مستقلة. من يومتها كتبوا مستقلة، وبعد النص الدستوري القديم موجود بالدستور الحالي. نعم. نرجع على المادة القديمة ونقراها منقول دولة لبنان برلمانية ديمقراطية مستقلة. اليوم لا يا استاذ جنهوي، لو عم يطبق الدستور نحن كنا وصلنا لهون؟ لا، هنا رح نقول نحن بدنا نطبق الدستور ونطبق الديمقراطية. ما في شيء اسمه ديمقراطية توافقية، هيدي بلفي مش كذبة، هي بلفي اختراع لبناني. اختراع لبناني. هيدي فشلت حكومات كلها أكثر من 10 سنين من وقت ما عملوها، يمكن بعد سنة
يعني من سنوات وسنوات عم بنسمع بالسليمان بس كمان هون يعني كمان مشكلة إذا ما صار في حكومة وحدة وطنية يعني يخشى من تصادم يخشى يعني عم نسمع كلام إنه ما في حدا أخذ أكترية إنه ما في أكترية أقلية إنه في توازنات نحن ما رح نخضع نحن رح نخضع للواقع ولإعلانية مواقف النواب. هيدي أنا سمعت تصريح لأحد كبار المسؤولين بيقول الحمد لله ما حدش أخذ الأكثرية وهيدي يمكن لمصلحة لبنان. صحيح. أنا لا أنا بقول بالإذن من حضرتك لا الأكثرية موجودة والأكثرية أصحابها أحياء يرزقون والأكثرية معلنة وما فينا نجهل الواقع. وصرتوا أقلية يعني صاروا أقلية. طبعاً. يعني اللي بدي اقول في الرئيس بري اول المبادرين بعد الانتخابات نعم اول المبادرين الرئيس بري طلع يقول انه خلصت الانتخابات هلا تفضلوا بردوا لنا رؤوسكم الحاميه وبدنا نخلص من الخطابات المتشنجه نحن بحاجة لإعادة بناء الدولة نجتمع ونقعد نتحاور ونبني الدولة تربية الرئيس بري دايما بيعرف أيه الوقت المناسب وأيه الخطاب المناسب وأنا بعرفه تماما الرئيس بري بس الرئيس بري هو بيقدر يكفي ويقول للآخرين من حلفائه هذا الكلام موجه لكم هالكلام طولوا بالكم على هالناس مثلا انه رئيس لجنة الوفاء للمقاومة نعم. يفز على العالم يقول لهم بأول تصريح من ثاني عشر دقايق بعد الانتخابات نحن بنقبلكم اخصام في مجلس النواب ولكن لن بلكم دروعا عملاء لاسرائيل يا عمي كيف بتحكي هالحكي هذا؟ كيف ما بدك تحكي هالحكي هذا بوجه اللبنانيين؟ ما يمكن كمان سمعوا حكي استجوما كمان كثير سمعوا حكي وتصعيد من الجهه المقابله يعني انا عم اقول الرئيس بري لا الرئيس بري هالكلام لازم وجهه لحلفائه لانه في شيء مش مقبول انا بتمنى على السيد رعد نائب محمد رعد انه يسمي واحد عميل لاسرائيل ويقول انت بدنا نحاكمك ونعدمك بس هاك مش من النواب اللي طلعوا كلهم عملاء اسرائيل كل واحد بيواجه بي 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 كلام او بموقف او بتصريح ما غير مستحب هلا هو للدقة ما استعمل هذا التعبير ما قال يعني عملاء بفتكر بذكر على ما اذكر قال دروع للامريكيين او هي او هيك شيء يعني دروع يعني ما استعمل تعبير عملاء ما بيسوى يقول هيك لانه كل الناس بتقدر تعمل تصريح تشبه هذا التصريح كل الناس ما بيسوى اذا بدنا نتفاهم بالنتيجه ما في لا هو اللي فل ولا انا في اللي فل لذلك مدعوين مثل ما قال الرئيس بري نعم. مدعوين الى طاولة الحوار والحكي تنرجع ننقذ بلدنا نرممه ونسويه ونساعده طب طاولة الحوار ما لازم تكون على طاولة مجلس الوزراء ام انه طاولة حوار يعني خارج اطار المؤسسات ما عندنا مؤسسات ليه ما بتكون طاولة الحوار على طاولة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء لا ينعقد إلا وفقا للديمقراطية البرلمانية الديمقراطية الحقة مش وفقا للديمقراطية التوافقية يعني عن يلزموا الناس بمواقف وبشخصيات وبمواقع مش هي اللي الشعب طب بس ما سماها. إذا ما صارت هاي الحكومة الوحدة الوطنية وفي تجارب سابقة يا أستاذ جون
يعني ما بتتشكل الحكومه وبتبقى بتروح لسنه واكثر بالاخير بنرجع لحكومه الوحده الوطنيه. هلا في اكثريه، ما قبل كان في اكثريه بانتخابات سابقه. كان في اكثريه ما بدها الديمقراطيه، كان بدها الديمقراطيه التوافقيه، وكان هاي الديمقراطيه التوافقيه تعطيها الفرصه لهالفريق هذا انه يخلي المناقشات والابحاث والتدافع والتجاذب والاخبار وقله فهم والفهم. نعم استاذ جو، هلا لبنان يعيش انهيارات وازمات اقتصاديه وماليه ومعيشيه ما بحياتنا عشناها، انما السيد نصر الله بكلامه امبارح قال خلي الكل يتحمل المسؤوليه، حتى الاقليه يعني كلهم يتحملوا المسؤوليه ويكونوا كلهم بمجلس وزراء حتى الكل يتحمل المسؤوليه. ايه بس مجلس وزراء ما بده يجي يعمل توافقيه، الديمقراطيه يجعلها توافقيه، ما بتعود بتصير ديكتاتوريه بسلطه الاقوى مثل ما هي اليوم. الحكومات مش عم تجي الا بسلطة الأقوى تجعل من سلطته ديكتاتورية على مدى كل الوقت. يعني قديش بدنا نعطي أمثلة؟ ما بدنا نعطي أمثلة لألا نتطرف ونحكي شيء يزعج حدا أو بس. خلص لبنان ردوه على الديمقراطية، هذا بلد نشأ بالديمقراطية، ردوه على الديمقراطية، وليتحكم الأكثرية وتعرض الأقلية. هذا حتى لو منعيش هاي الظروف الصعبة، حتى لو منعيش هيدا الانهيار يعني الاقتصادي والمالي وكل شيء، هي الظروف الصعبة اللي عم تملي علينا العودة إلى الديمقراطية، لأنه ما فينا نبلش بالإنقاذ إلا بقرار ديمقراطي صحيح تاخده الأكثرية. يعني حضرتك تعارض استاذ جون فكرة أن تكون الحكومة صورة مصغرة على المجلس النيابي، يعني مثل ما كان عم بيصير قبل، بيجيبوا هالبرلمان بيشوفوا كم كتله قد ايه بيطلع لها وزراء وبيظبطوهم على هيدا الشكل. مين هيك؟ الحكومه التوافقيه عم تطلع صوره مصغره على البرلمان، ما بعد في محاسبه، يعني بتجيب مع الثقه بالوقت ذاته، ويعني ممنوع مناقشتها وممنوع مراقبتها للحكومه. الوزراء هن النواب يعني فايت القصه ببعض، لا مراقبه نعم ولا 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 من يحزن. نعم الثقة موجودة والمراقبة معدومة، في مخالفة جوهرية لدور النواب بهالعملية التوافقية. يعني ما لكم دور انتم نواب الأمة. هلا نواب الأمة عم بيقولوا مجموعة 70 72 نحن الأكثرية، تفضلوا ردوا الديمقراطية إلى الحكومة، ورفضوا انكم تألفوا حكومة على الطريقة السابقة أو الاساليب السابقه الطريقه الديكتاتوريه. نعم، طيب هذا بالنسبه للاستحقاق الحكومي، اكيد في قبله مساله استحقاق رئاسه المجلس النيابي استاذ جون. شو رايك يعني في الرئيس بري؟ الرئيس بري مرشح، يعني هو المرشح، له حق يكون مرشح، له حق يكون مرشح، ما في مرشح اخر، والتغييريين كمان بيقولوا لك انه نحن اذا بدنا نعمل تغيير كيف بدنا يعني ما بدهم ياخذوا، وهل يستقيم الوضع بعد كنت انت عم تستشهد بكلام الرئيس بري الموزون يعني والضروري؟ كمان فينا نشوف المشهد السياسي يعني من دون ما يكون الرئيس بري حاليا رئيس لمجلس النواب. انا بقول لك انه الرئيس بري اثبت انه دائما له حاجه كبيره. اها نعم اللبنانيين لهم حاجه كبيره فيه. بس عم نقول الرئيس بري لازم يكفي العمليه وبلغ حلفائه انه تعاوتا نحكي كلام هلا واضح وجدي ومقبول وتفهموا الناس. هلا لازم الرئيس بري هو المحامي المهم والمثقف في القانون والممارس في القوانين والتشريعات، هو يقوم قال لهم تعاوة رد الديمقراطيه فلتحكم الاكثريه وتعارض الاقليه، هو، واذا ما عملوش هيك ما في نتيجه. ما في نتيجه لانه الحكومه بتصير هي السلطه وبتصير هي استاذ جون، يعني انت عم تدعي الرئيس بري هلا انه هو كمان يعني ما يكون هو حاليا يعني هلا يكون في مرشح اخر، انما ما في خصم يعني ما في مرشح يكون هو ضده خصم يعني هن النواب الشيعة هن مع الرئيس بري وحزب الله. حديث هلا الرئيس بري مرشح وحيد من الطائفه الشيعيه لرئيس مجلس النواب. نعم وانا بقول له انه طبعا
ما في الانقسام الحالي في معاودة اعتبار الكتل بيتبين انه رح ينجح. ولو قامت جبهة معارضة وقالت نحن ما منتخبه، لو هذا اللي سمعته انه انا كون شو واحد دور السياسي اذا انتخبته، في مثله كتير، بس رح يظهر رئيس بري يمكن بلفتة انه او قد يصل باصوات يعني ما كثير يعني نسبه قليله، وجماعه من اصدقائه الشخصيين رح يضل عنده اكثريه يمكن قليله. بس مين بتعتقد رح يرشح الرئيس بري بهذا الاستحقاق؟ مين رح يعطي الرئيس بري غير الثنائي طبعا يعني اللي رشح الرئيس بري؟ كلهم رح يرشحوا القوات اللبنانيه رح تنتخب الرئيس بري؟ لا طبعا هني عم بيقولوا لا، بس انا البعثة اللي رح تنتخبوا كتلة حزب الله وكتلة الماء كتلة جنبلاط مرضى طبعا، وكل الفرق. كم حدا كم نائب من المستقلين؟ قد يكون ايضا نواب من المستقلين. كم نائب مستقلين؟ يمكن رح يجيب الرئيس بري بحدود 75 نائب، بس هدول اللي ذكرناهم ما بيجمعوا 75. بلى، عندك رئيس جنبلاط عنده في 9، وكتلة حزب الله يعني مجموعهم تقريبا شيء، وفي مع في 9 حلفاء لويحهم 16، وجماعة كتلة بري وكتلة حزب الله وهودو جنبلاط بصيروا بحدود 60. طب بحال بأول يعني بأول دورة لانتخاب الرئيس، بحال ما كان في أكترية، بترجع تعاد الانتخابات؟ إذا ما فيش نصاب إيه طبعا. اليوم سمعت واحد عم بيقول إنه نحن ما منخلي يصير نصاب غير تكون متفاهمين على وضع المجلس النيابي. يعني وضع المجلس النيابي بدون يتفاهموا مع رئيس بري، يمكن على طبعا على نائب الرئيس بنتهمه، وعلى طريقه يمكن رئيس بري ما بيجهلها طبعا، بس كمان هلا هذا امر كل ما طالبه. طب استجون يعني كمان بعد هذه مرحله الانتخابات وبدنا نخلص هذه الاتفاقات اللي من قبل ومرق اللي تمرق لك، هل يجوز هلا كمان لا اتفاقات مش مسبقه انه اذا نحن حضرنا وامنا النصاب للجلسه بتعطونا نيابه الرئيس؟ وهذا الشيء عم بيصير مع اكثر من فريق. هي مطروحه هكلا بالعلن مطروح انه البحث مع رئيس مجلس السيد نبيه بري في ترشيحه مجددا، بدنا نكون متفاهمين على نائب الرئيس. هذا الكلام عن قال في كل الاوساط صحيح، بس صار هذا كمان اكثر من فريق استجابه، وبدنا نتفاهم يعني على طريقه اداره جلسات يعني التغيير كمان. يعني في كلام عم بينقال انه بحال القوات امنت النصاب وانتخبت الرئيس بري بده يكون عندها غسان حصباني نائب رئيس المجلس، أو على العكس كمان المجتمع المدني إذا حضر وأمن النصاب بدهم ملحم خلف نائب لرئيس المجلس، وكمان التيار الوطني الحر إذا أمن النصاب وشارك بدهم الياس مصعب كمان، يعني اتفاقات مسبقة. أنا من جهتي مأكدة لهم كلهم أنه إذا الرئيس بري عنده الأكثرية وانتخبته ما تحطوا له شروط وما تاخذوا نيابة، لأنه وقت اللي بتكونوا عم تبلشوا تساوموا هي ما هل بهل ما هذا القصد تخلوا عن داركم الإصلاحي، ورجعنا للمبدأ القديم إنه شو تغير، شو بيعمل نائب رئيس المسبقة، شو بيعمل خاصة مع الرئيس بري، شو بيعمل بيقعد حد منه بس هلان. يعني أنا بصر إنه خليكم رجعوا صيغوا بدماغكم شو داركم وحكوا، ما تحكوش على المطالب من وسطكم لانه بنكون رجعنا على الحصص. صحيح، هذا الشيء اللي بدنا نخلص منه، يعني كل هالفتره اللي ضلنا نخلص من المحاصصه والاتفاقات المسبقه وبعطيك هون بتعطيني هون، يعني بدنا نخلص من هذا المبدا. بخلص. ولازم هني جماعه الاكثريه في مجلس النواب يفهموا الشعب اللبناني انه خلصناكم
من دور المحاصصة بهالبلد. هو الشعب اللبناني هيدا الشيء اللي عم ينشده، بس بدنا هني هلا اللي فاتوا على البرلمان ما يفوتوا بهيدا الشيء اللي كنا نحن عم نعاني منه، ما يندمجوا فيه ويدخلوا فيه. ما بتخلص المحاصة والرشوي وإساءة استعمال السلطة إلا بعودة الديمقراطية للحكم. الأكثرية تحكم وأقلية والأقلية تعارض وتراقب وتنطح الثقة بالحكومة كل 3 أشهر كل 3 أشهر. خلينا نحكي عن هذا الموضوع أستاذ جون بعد هذا الفاصل، محطة إعلانية ونتابع. نتابع حوارنا مع السياسي اللبناني جون حوات. أستاذ جون، ذكرت قبل الفاصل أنه مفروض الحكومة ينطرح فيها الثقة كل 3 أشهر، يعني هذا شو بدل؟ يعني شو بيكون في نتائج بتمخض نتائج بكون عنه؟ يعني بيكون النواب راقبوا عدد شكل نيابي راقبت أعمال الحكومة والوزارات غير مرضي عنها أو غير منتجة أو مشبوهة أو عليها إشكال قانوني أو غير صحيحة، إلهم حق يتقدموا بطلب طرح الثقة بالوزير اللي اللي بالوزارة اللي تمت هذه الأعمال عن يدي وزير أو 2 أو 3. بس ما قالوش حق كل يوم، يعني كل 3 أشهر 4 أشهر بيتقدموا. استشون بالنسبة للانتخابات، يعني يعني من خلال حديث راضي عن نتيجة الانتخابات، إنما يعني في تقريبا 60% من الشعب اللبناني ما اقترع، يعني اللي اقترعوا هني 40%، في 60% كمان من الشعب ما اقترع، هيدا ما لازم نتوقف عنده هيدا الموضوع. في 60 نحو 60% ما شاركوا بعملية الاقتراع. هيدي هالمرة يعني نسبة كتير مرتفعة. هالمرة مرتفعة أكثر من المرة. نعم. المرة الماضية كانوا 40% اللي ما شاركوا، لا تقريبا 40% اللي ما شاركوا بال 2018، هلا 60. هلا طبعا في ناس مش راضين وفي ناس ما تأخذيني، يمكن في ناس وانا بقول موجودين اللي بده ينتخب الباترون وساكن بيروت بيقول لك انا حط تنكة بنزين حقها 500-600 ألف ليرة ومش راضي على حدا. المرشحين ما كانوا عم بينأمنوا لهم هالتنقلات وياخذوهم ويجوا، طالما كان في كثير، يعني سمعنا كثير عن دفع اموال. يمكن في ناس ما بيرضوا حدا يقدم لهم. وهودي تأكدي انه هو 60% في من اللي بيرفضوا هيدي العروضات والاغراءات. اللي بيرفضوا مد اليد. نعم. ما بيرضى حدا يجي يعطيه 200 دولار له خد عائلتك وروح انتخب. ما بيرضى. يا هو قادر يا ما بيرضى. نعم. هو في طبعا وجهة نظر 60% اكيد منهم، في 30% ما قدروا يجوا ماليا ينتقلوا وينتخبوا، وفي 30% قرفانين وما بدهم ينتخبوا. هلا لو بدنا نعمل انتخابات القادمة بظل هالمجلس الجديد، إذا أنتج إصلاحات وأنتج تغيير وأنتج خير وعوض الناس عن خسارتها في أموالها بالبنوك وفي وعلى أعتاب المستشفيات والصيدليات والمدارس وأعد لهم ولو جزئيا فرص العمل، بتشوف المرض الجاي كيف بينتخبوا 70% و80%. بس هلا بعد مش متأملين شيء. هو للتوضيح 15 شهر مساء الساعة 8 سقط اليأس عند اللبنانيين. أنا بسمح لنفسي أقول هيك لأنه أنا كنت يأسان. أنا شخصيا كنت يأسان. جزء كبير من الشعب اللبناني كان عنده هالشعور. وأنا يمكن أنا أحكي باسم أكثرية. نعم. كنت يأساني. 15 شهر عشية سقط اليأس، بس ما تولج النجاح وتولج تولدت الحاجة، تولد الرجاء، تولد الأمل، لسبب اللبنانيين عندهم الرجاء والأمل ما تخزرهم الأكثرية اللي هني أنتجوها. هيدا الشعب اللبناني هو أنتج الأكثرية.
يعني هلا في كثير يعني امال معلقه على هيدا طبعًا. المجلس كرمال يستمر الامل عند الشعب اللبناني. لازم تعرف الاكثريه. نعم. انه هذا الشعب اللبناني هو انتج الاكثريه. انتم كثير منيح، انتم قدمتوا مواصفاتكم نظيفه، برافو عليكم ومنهنيكم باوصافكم وبنجاحكم. بس المطلوب انه ما تخذوا هالشعب، مش على بكره تردوا كلكم بدكم وظائف في الدوله وكلكم بدكم تعملوا وزراء. نعم. ما تعملوا وزراء هلا، اعملوا تشريع. اعملوا تشريع لانقاذ الدوله. لانه هذا اصلا عملهم يعني. تشريع، اول تشريع هي الحكومه الديمقراطيه. اول تشريع. نعم. استاذ جون، في مخاوف انه ما يكون في يعني ولاده سهله للحكومه وتبلش العرقلات وتتاخر اشهر وياتي استحقاق رئاسه الجمهوريه قبل تاليف الحكومه. بدها قرار. لا، انا باكد لك انه الحكومه ما في اسهل من تاليفها. الحكومة تتألف من بعد الاستشارات النيابية الملزمة، يتم تعيين رئيس حكومة، تسميته بنتيجة الاختيار. وهذا رئيس حكومة بباشر مشاوراته مع النواب وبيألف حكومته، بيقترح حكومته وبجيب الرئيس الجمهورية. ما في شيء أكثر من هيك. بيتناقشوا رئيس الجمهورية يمكن بقضية باثنين بثلاثة، بتخلص هاي القصة، بيمضي رئيس الجمهورية، بيمضي هو هاي الحكومة. هلا هو شو كان يصير؟ كان بدهم يرضوا كل الناس، لأن بدهم يعملوا ديمقراطية توافقية. يعني يجوا كل الناس هن وكل أشكالهم وكل مؤامراتهم كلهم يكونوا موجودين وكل تجاراتهم على الحكومة. وما حدا يحاسبهم لأنه هني بمثلوا كل مجلس نواب، ولأنه الوزير من بعد الطائف صار سيد مطلق، ما حدا بحاسبه، صار رئيس جمهورية وزارته. لسبب خلي يجرى الأكثرية، مطلوب منهم أنه يتحدوا ويتوافقوا بأول فرصة بأول يوم، وما يرضوا يألفوا إلا حكومة ديمقراطية وفخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف يوقعوا لائحة الوزراء بدون التشاور مع آخرين. مش بدنا نشوف يعني ان شاء الله يصير هيك استاذ جون، مثل ما ذكرت يعني تصير الامور بهذه السهولة. مش لازم تصير غير هيك، كل عمرها تصير هيك، كل عمرها. يعني هلا في كثير معطيات و من 2005 وطالع. نعم. وقعنا بقصة الديمقراطية التوافقية. طيب وهيدي اللي خربت البلاد. عم ينحكى عن جبهة سيادية. نعم. يعني تتألف من عدد من الأفرقاء، بس هيدي الجبهة كمان يعني ألا يخشى يصير في تصادم مع الجبهة المقابلة ونكون بمكان ونصير بمكان آخر؟ لا، هيدي الجبهة الجبهة السيادية مطلوب منها بالعجلة التامة أن تحط اللبنانيين أمام برنامج عمل إصلاحي تغييري معدل التنفيذ. نحن هؤلاء التغييريين اللي هن 14 أو 15 عدا التغييريين الآخرين الموجودين بالكتل المعارضة وغيره، نحن ما انتبهنا بالانتخابات منني ولا بنعرف اسامي حدا. نعم. طلعوا بالنتيجه ثاني يوم الانتخابات، طلع انه في 14 ولا عم بيقولوا في 17. تعرفنا عليهم بالاسماء. وفي منهم بالعكس كنا مفتكرينهم تغييريين، واذ بعد الانتخابات بينت انتماءاتهم الحقيقيه. نحن من ان شاء الله ما يكونوا كتار على حذر. ان شاء الله ما يكونوا كتار. منحذر من كل التغييريين اللي بدهم يتوزروا على بكره، ما يتوزروا. هودي مطلوب منهم يعملوا مشروع التغيير والاصلاح ويعدوه للتنفيذ وخلوا الحكومه الجايه تتبناه، والا بدون سقف، ما يعطوا سقف الا هذا البرنامج التغييري اذا وافقوا عليه 70.
يعني 70 نائب هلا. طب لربما هذه الجبهه السياديه كمان من ضمن جدول عملها كان سلاح حزب الله، لوين بدنا نوصل هون بهيك حاله؟ حزب الله شو بده يعمل؟ يعني سلاح حزب الله انه هلا هيدا بتعرف موضوع اقليمي، واذا يعني بده يكون في مرتبط بالحل الاقليمي، انما اذا كان في تركيز عليه هلا وكان من الاولويات عند الجبهه السياديه اللي في طور يعني انه التشكل، لوين بدنا نروح؟ يعني هذا اليس استفزاز لحزب الله؟ اذا كان حزب الله وقيادته بدهم يبلشوا يطرحوا الحوار الايجابي والكويس كثير. هلا من كلام السيد حسن نصر الله امبارح كانه كلام ايجابي، انما سمعنا كلام من الفئه الاخرى على برنامج الاصلاح يقعدوا الاصلاحيين. نحن منا عم نقول انه الاكثريه يشبهوا الاقليه ويقولوا نحن وحدنا، لا ابدا، نحن بدنا لبنان مجتمعا في انقاذ وطنه اللبنانيين. هلا ما طلعش برنامج عم نقول انه في سياديين تفضلتي اسموا نفسهم جماعة الحراك انه هن السياديين، عظيم، ومعهم سياديين اخرين. لا حتى اكثر، يعني جبهة السيادية تحدث عنها امبارح اللواء اشرف ريفي بحديث مطول لتلفزيون لبنان، ومعهم القوات اللبنانية، وكمان قال وليد بيك جنبلاط، ومين ما بده من يعني المجتمع المدني، كلهم سياديين واصلاحيين. هودي انا بعتقد رح بشكلوا جبهة 70 نائب. هالجبهة 70 نائب قادرين بكل راحة وبكل نظامية وبكل وطنية عالية يتحاوروا مع حزب الله ومع حركة أمل ومع كل جماعة 8 قرار، وقولوا لهم يا عمي الشو اللي بيضايقكم بهالبرنامج الإصلاحي، تعالوا نحط إيدنا كلنا وندفعه وننقذ البلد كلنا سوا. بس أنا أن اتكل على الأكثرية أن تكون هي المبررة، لأنه بعد ما شفنا شيء من حدا برنامج إصلاحي لا عندهم ولا عند غيرهم، بس هن المهيئين وهن اللي وعدوا أنه جايين نغير ونصلح، هذا المشروع صح. طيب أستاذ جون، يعني مجرد ما أنا انتهت الانتخابات النيابية حتى بلش الدولار بالصعود ولاحظت يعني صار تخطى 30 ألف وأكثر، شو السر برأيك؟ مع العلم كده عم نسمع أفرقاء سياسيين أنه نحن إذا ربحنا بالانتخابات رح تشوف الدولار كيف رح ينزل لحاله. ما لناش نظرية علمية أبدا. هذه نظرية إخبارية. أنا بخبروني أنه عملية الدولار وعملية البنزين وعملية كذا كله أن ينطبخوا فرد مطرح. هذا المطبخ ما حدش فيه يعطيك رأي ايش بده يعمل على بكره او بعد بكره. ما برايك ما عجبتهم نتيجه الانتخابات فعمدوا لهيدي القصه؟ بيستثمروا يمكن عجبتهم. بركي عقاب للشعب اللبناني لانه افرز هيدي النتيجه بالانتخابات، العقاب هلا بالدولار وبالبنزين هلا يمكن لقوا فرصه مناسبه الناس، فريق معين خايف بده يشوف ايش بده يعمل، رفعوا له الدولار عن شروا دولار. ما تتكلي على هال الصنف من العالم او على المؤسسه اللي عم تلعب بالدولار كل يوم طلوع وثاني يوم نزول، ان هيدي خاضعه لاي سلطه وطنيه، منا خاضعه لحدا. في سعر صرفي بالبنك المركزي بيفرق عن سعر السوق السوداء 10,000 ليره. شايف؟ نعم. كيف؟ صحيح. كيف ليش؟ عندك كذا سعر كمان للدولار كمان، يعني هذه مشكلة المشكلات. هذه مؤسسة سوداء مثل سعر الصرف يعني. متفائل بأنه المرحلة المقبلة سوف تكون أفضل لجهة يعني الاتفاق مع صندوق النقد، تبلش يعني تتحلحل شوي الأمور على الصعيد الاقتصادي المعيشي الحياتي. صندوق النقد جاهز أكثر منا. صندوق النقد عم يطالب بهذا البرنامج اللي انا عم اطلب منك او عم اطلبه من الاكثريه انه على بكره تحطه وفقا لمتطلبات العمل مع صندوق النقد ومتطلبات العمل مع الدول العربيه والدول الغربيه والثقه الدوليه والثقه الدبلوماسيه، كله مطلوب بهالبرنامج. هذا بفك لنا اسرنا مطرح مكان، لسبب انا باكد انه ما حدش عنده مانع فيه، بس مطلوب الالفه شوي بمجلس النواب
ومطلوب المبادرة، المبادرة يجب أن تكون مثل ما ذكرت من الأكثرية. أستاذ جون، نتائج الانتخابات أيضا يعني برأيك هي مرضية بالنسبة لدول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية اللي كان للأسف قطعنا بمرحلة يعني كانت مرحلة من القطيعة يعني من المملكة تجاه لبنان؟ أنا بعتقد أنه السعودية ودول الخليج اللي رجعوا على لبنان قبل الانتخابات واعادوا استوقفت عند يعني لفتك ليه بعد قبل بشهر من الانتخابات رجع اعادوا سفرائهم واعادوا علاقاتهم وقاموا بزيارات وفيره وشامله للمسؤولين وحطوا حالهم بالجو الانتخابي واعطوا اكثر من تصريح بس مش امر مستغرب هيدا انه تصير يعني يجوا بهيدا الوقت وتكون هالزيارات والجولات الخليج امر طبيعي انه لبنان محتضن عربيا ولا نتخلى عنه وبالوقت ذاته تاكيد لبنان انه هو وطن عربي وباقي في عروبته وما بده اي شبابيك جديده يعني تعبنا نحن يعني خلينا مع اصحابنا اللي بينا نحن بنعرفه احلى من اللي ما بنعرفه بينا نحن وياهم وعشنا نحن وياهم ومرتاحين كثير نحن وياهم. هالسبب انا بقول انه حزب الله بتصريح سيد حسن اليوم بعتقد او امبارح بالليل عمل حديث مشابه شوي لرسالة الرئيس بير وقال أكثريات ما بقى فيه والحمد لله يمكن هيدي شيء إيجابي تخدم البلد وشيء إيجابي وتعاو تنقعد ونتفاهم وكذا. هيدي كتير منيحة. هذا لازم يكون لأنه مثلا اللبنانيين بيتأملوا من السيد حسن رئيس حزب الله. وأنا من الناس اللي تابعوا نشاطه. أنا من الناس مثلاً كنت معجب فيه ولازلت معجب بذكائه وبعلمه. وأنا كنت قريب من الحركة هاي. نحن حركات المقاومة. كنت قريب من حركات المقاومة. كنت قريب من الحركات الوطنية. ولا سيما أنا عندي منطقتي نحن عندنا نائب شيعي. وأنا بسنة الـ75 بأيلول الـ75 بـ15 أيلول الـ75 أنا واجهت الحرب اللي كانت عم تمتد على بلاد جبال وعملت شرف بعناية دفاعا عن لحمة اللبنانيين في بلاد جبال ودفاعا عن وبوجه السلاح اللي كان رايح بده يعمل مشاكل ويعمل ويستقوي على الطوائف الأخرى. وقفنا بوجهن وعملنا مساء الشرف بعناية وكان هالشي نوع من التضامن بوجه السلاح اللي كان مبلش. وهذا المساء موجود وهو موجود عند السيد حسن كما هو موجود عند باقي المشايخ بمجلس الشيعي الأعلى. نحن عملنا مساء الشرف بعناية. نحن مثلا أنا بالأمس كنت عم اسمع حديث سيد فضل الله علي فضل الله شايف نائب حسن فضل الله نائب حسن ايه. فضل الله عم بيحكي انه عم بيحكي عن بلاد جبال عم بيحكي عن زيارة حواط ابن خي انه هذا الولد اجى لعنا بسنة 18 بده يترشح عنا ونحن ما لقينا له مجال وراح وبعد هالشيء مؤيد عنا. لا مش صحيح. انا اللي بعرف مش زياد بيعرف. نحن والطائفه الشيعيه في بلاد جبال وخارج بلاد جبال بلقاءات يوميه وبعلاقات ممتازه وبصداقه. نحن ما كنا نروح عند حزب الله او عند غير حزب الله لمصالح هن مش موافقين عليها. نحن كنا دائما متفقين نحن وياهم على المصالح واولها كان مساء الشرف اللي عملناه بلاد جبال بعناية. زياد حواط راح مش سنه 2018 مثل ما قال السيد فضل الله راح بالسنه 2016
كان مرشح على البلدية، وأنا اللي قلت له روح. نحن تيروح يتفاوض مع القوى اللي نحن الموجودة، أصدقاء نحن وياها، وتريح الناخبين الشيعة بالجبال. هيك صار، ما صارش إنه راح يترشح من أجل الانتخابات النيابية. انتخابات نيابية بلائحة، لأنه هني مش هني بيقرروا الانتخابات النيابية، هني بيخوضوا انتخابات نيابية مع 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 التيار الوطني الحر، ونحن مناش أصدقاء التيار الوطني الحر. يعني جيد أنك وضحت هذه يعني الفكرة. يعني أنا بدي صحح شوي للسيد فضل الله، وقال له طول بالك علينا شوي، خلي دقق معلوماته، بيعرف أنه نحن الساهرين والحراس للعيش المشترك في جبال. نحن ما في لائح غيرنا، ما في لائح غيرنا، لا هو ولا غيره بيقدروا يلاقوا غيرنا. وخلينا نسأله ونشوف، وان شاء الله بتبقى هيك جبال نموذج للعيش المشترك. استاذ جون حوات، يعني اهلا وسهلا فيك. بالحقيقه يعني الحلقه خلصت، يعني وقتنا مر بسرعه، وان شاء الله حلقات مقبله. شكرا لك مره ثانيه، يا اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم ايضا مشاهدينا، والى اللقاء.